ثم قال: فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. وهذا فيه دلالة على فضيلة صلاتي الصبح وصلاة العصر. فإن قول النبي عليه الصلاة والسلام فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس المراد صلاة الفجر، وقبل غروبها المراد صلاة العصر باتفاق الأئمة. ولكن الإمام البخاري رحمه الله أخرج هذا الحديث في فضل صلاة العصر وفي كتاب التوحيد، في فضل صلاة العصر وفي كتاب التوحيد من كتابه القيم الجامع الصحيح. فهل يفهم منه أن الإمام البخاري يرى أن صلاة العصر أفضل من صلاة الصبح؟ هذا بعيد، لأن لا دليل. لكن ربما خرج الشراح الأمر غير ذلك. لكن أيا كان الأمر فإن كلا من الصبح والعصر صلاة ذات فضيلة عظمى تجتمع فيها الملائكة. يقول عليه الصلاة والسلام: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار. فالملائكة تشهد صلاة الفجر وتشهد صلاة العصر. وفي التنزيل: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. والحديث دل على أن الملائكة تشهد صلاة العصر. فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. من أجمل ما قيل في هذا الحديث قول من قال: إن أعظم القربات من الطاعات إلى الله الصلاة، وأفضل الصلوات الخمس الفجر والعصر، وأفضل العطايا رؤية وجه الله تبارك وتعالى. فجعل الله هاتين الصلاتين الفاضلتين سبيلا وطريقا إلى رؤية وجهه الكريم الذي لا شيء أكرم منه.